الملفات حملها معه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى بغداد، أهمها إعادة فتح منفذ طرابيل الحدودي بين البلدين ومشروع الأنبوب النفطي، إضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. صفحة جديدة من العلاقات يبدأها العراق ضمن سياسة الانفتاح العربي التي اعتمدها مؤخرا بعد زيارات متبادلة إلى السعودية، وقد تكون مصر هي الوجهة المقبلة. نناقش أبعاد زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى بغداد وإمكانية إعادة فتح منفذ طرابيل في محافظة الأنبار مع عضو مجلس النواب العراقي سالم مطر العساوي والدبلوماسي الأردني السابق خالد عبيدات، لكن قبل ذلك نذهب إلى أبرز العناوين. اعتصمنا وطالبنا بمحاكمة الفاسدين ومستمرون بالاحتجاجات المليونية. التيار الصدري يدعو أنصاره للتظاهر يوم غد الجمعة وقطع الطريق أمام الفاسدين. وزير الخارجية الأردني يبحث في بغداد إعادة فتح منفذ طرابيل وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. قاعدة عسكرية أمريكية في تل عفر، هل يحاول الأمريكيون إغلاق الباب أمام إيران للعبور إلى سوريا برية؟ السفارة الأمريكية في العراق تعلن تقييد حركة موظفيها بسبب تهديدات أمنية قد تطال طواقمها في بغداد بعد يوم من تهديدات أطلقتها حركة سيد الشهداء بالرد على قصف مقراتها على الحدود السورية. نفتح النقاش في هذا الملف كما ذكرنا قبل قليل مع عضو مجلس النواب السيد سالم مطر العساوي وايضا ضيفي في استديو السيد خالد عبيدات الدبلوماسي الاردني السابق. نبدا معك سيد سالم مطر، يعني زياره رسميه من قبل وزير الخارجيه الاردني ودعوات ايضا لفتح منفذ طرابيل الحدودي، ما هنا يعني ما امكانيه المحافظه اليوم امنيا حتى يتم هذا فتح هذا المنفذ؟ شكرا لك بداية، حقيقة تحياتي لك ولضيفك الكريم ولجمهور قناتكم الكرام. بداية موضوع المنفذ وزيارة السيد وزير الخارجية الأردني اليوم إلى العراق تعتبر يعني حقيقة بارقة أمل جديدة وضاغطة خاصة لأبناء الأنبار من أجل التفاهم مع الحكومة المركزية لفتح الطريق الدولي. وكما تعرفين الطريق الدولي شريان مهم في محافظة الأنبار وشريان اقتصادي حقيقة قد يقلب الموازين وخاصة في محافظة الأنبار، لأن أبناء الأنبار الكثير منهم يعتمدون على هذه الحركة خاصة بالتواصل والتجارة مع الأردن الشقيقة. فبالتالي يعني موضوع الأمني وشكلياته والمهام المستقبلية، نعم هناك مهام ومصاعب، لكن كما تعرفين سيدتي الكريمة هناك اتفاق مع أحد الشركات الأمنية تقوم به إبرام التعاقد معها الحكومة المركزية وقد وصل إلى مراحله النهائية من أجل السيطرة الأمنية على هذا الشريان الاقتصادي المهم. وحقيقة اليوم زيارة وزير الخارجية الأردنية مهمة أيضا باتجاه الإسراع في فتح هذا المنفذ. طيب سالم، يعني دعنا قبل أن نكمل الحوار بما يخص يعني المحافظة وهذا الشريان الذي إذا فتح وهو منفذ طرابيل سيعود بالمحافظة إلى عهدها السابق، دعنا نتوجه إلى السيد خالد عبيدات. سيد خالد، يعني وزير الخارجية اليوم الأردني في العراق، هذه زيارة مهمة وتوقيتها اليوم أيضا مهم، يعني كيف تقرأها يعني أنت بالنسبة للأردن وانعكاسها على العراق؟ شوفي، النقطة اللي شكلت تحول عظيم في الظروف السياسية الراهنة هو القضاء على داعش في الموصل وانتصار السلطة العراقية المركزية على الإرهاب. لذلك أنا أبدأ بوصف لهذه الزيارة هي عبارة عن تهنئة من الأردن إلى العراق على هذا النجاح الباهر الذي حققته العراق بمكملها ضد الإرهاب. ويتفرع من هذا الهدف الأصلي ما يتعلق به من نواحي أمنية ومن نواحي لوجستية تصل إلى جوهر الأمن
ثم إلى أطراف جوهر الأمر المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والمتعلقة بالنواحي الاجتماعية والعلاقات بشكل عام الأردنية العراقية. ولذلك أنا بسمي هذه الزيارة جاءت تعبير من الأردن وإعجاب من الأردنيين وتهنئة من الأردنيين على النصر الذي حققه العراق. وهي واحدة أيضا من الملفات سيد خالد يعني المشتركة بين الأردن والعراق، وهي الحفاظ على الأمن، والعراق اليوم يعتبر بوابة مهمة للأردن ليس فقط في المجال الاقتصادي. شوفي، العلاقات الأردنية العراقية مهما وصفناها من ألفاظ سياسية حديثة فهي لا تصل، تعجز هذه الألفاظ عن وصف طبيعة العلاقة بين البلدين. البلدان مصيرهما مشترك ومصيرهما واحد وقدرهما واحد بدون شك. لذلك كل هذه الأمور اللي بتحصل هي شكليات أتمنى أن تصل إلى التعبير عن حقيقة المصير الواحد بين البلدين. فموضوع بوابة الأردن بوابة غربية والعراق بوابة شرقية قد تكون ألفاظ مقبولة ورنانة، لكن حقيقة الأمر نحن بلدان نشكل بلدا واحد، مصيرنا واحد وقدرنا واحد على الدوام مهما تطورت الظروف. ولذلك أنا بقول إنه يجب أن تتحرك الدبلوماسية في البلدين حركة مستمرة لتعبر هذه الحركة عن جوهر العلاقة بين القطرين الشقيقين، وتصل القمة الآن في حل بعض المشاكل السطحية التي لابد من حلها. يعني أنا بستحضر أن الحدود الجزائرية المغربية مغلقة بين البلدين من سنة 1995. الحمد لله لا يحدث هذا بين العراق والأردن إلا مؤخرا بسبب يعني الإرهاب الذي تفشى والذي حاربه الجميع، ولكن لأهمية هذه المحافظة وخصوصا بعد الدعوات لفتح منفذ طرابيل يعني يجب حل بعض المشاكل الداخلية في هذه المحافظة. سيد سالم، يعني هنالك مشكلة وهي في الجمارك، يعني ما نوع المشكلة اليوم في هذا المنفذ؟ نعم، بداية أنا أود أن أشير إلى أن الصوت غير واضح ولكن ممكن فهمت جزء من السؤال. أعيد عليك سؤالي إذا كنت لم تسمع. المشكلة في، لا عفوا، أعتقد الوضع فني وليس صوتك. نعم. فيما يخص المشاكل الحقيقة اللي تعانيها اليوم مؤسسة الجمارك في العراق، حقيقة واضح تماما بأن هناك مشاكل كبيرة على مستوى الإدارة والتخبط في إدارة هذه المؤسسة الكبيرة التي تعتبر شريان، أحد الشرايين الحقيقية لتدعيم المدخول الوطني للعراق. لكن للأسف الشديد هذه المؤسسة اليوم غير قادرة على النهوض بنفسها بقدر ما هي فقط، يعني هناك الكثير من المخالب الفساد متوسع ومستشري فيها. الأهم من ذلك هو حقيقة اليوم ما تعاني وزارة المالية على مستوى الهرم. لا يوجد وزير مالية ولكن هناك وكالات متعددة ومتعاقبة على هذه الوزارة المهمة اليوم، خاصة في وقتنا الحالي بما يعانيها العراق من يعني انخفاض في الإمكانيات والمدخولات الوطنية. تصوري بهذا الحال اليوم العراق لا يوجد لديه وزير مالية منذ فترة طويلة، وبالتالي تعاقبت عليها الإدارات، فمما يعني أنهك الموظف ذهنيا وإداريا على مستوى وزارة المالية وعلى مستوى الجمارك. لأن كما تعرفين الجمارك مؤسسة مهمة وذو مدخولات كبيرة إن تم تحصينها، ولكن لغاية الآن اليوم حقيقة على مستوى الوزارة وعلى مستوى إدارة الهيئة العامة للجمارك غير قادرة على السيطرة على هذه الموارد، وبالتالي هناك تفشي كبير للفساد. فيما طيب يخص سيد سالم، يعني كيف هي غير قادرة على السيطرة؟ عفوا، كيف هي غير قادرة على السيطرة اليوم؟ واضح تماما حقيقة غير قادرة على السيطرة على المدخولات بسبب تفشي الفساد الكبير، الفساد المالي والإداري. اليوم المالي يعني كثير من المبالغ تذهب سدى بجيوب التجار وبجيوب الفاسدين، والإداري أيضا بسبب هذه التنقلات الفوضوية التي تحدث اليوم في الهيئة العامة للجمارك أيضا للأسف الشديد باتت تقابلها مبالغ من المال بنقل السيد مدير عام او نقل معاون مدير عام او مدير قسم او مدير شعب والى قد يكون الى الموظف الدرجه العاشره.
فهذه المؤسسة الكبيرة المهمة اللي المفروض تسيطر على مدخولات كبيرة تساعد اليوم العراق بالإضافة إلى مدخولات النفط، قد تصبح هي الشريان الثاني للبلد، لكن للأسف حقيقة اليوم الجمارك غير مسيطرة. أود أن أشير إلى موضوع أهمية منفذ طرابيل وأهمية سنعود لهذه النقطة سيد سالم مطر، يعني ابقوا معي ضيوف الكرام لنتابع ما هي أهمية منفذ طرابيل الحدودي وما هي نتائج إغلاقه طيلة هذه الفترة. بالعودة لإكمال الحوار مع ضيوفنا الكرام، دكتور خالد، يعني نحن نتحدث عن هذه الزيارة المهمة، وأيضا قلنا بأن توقيتها مهم، ولكن يعني هنالك أهمية أيضا لسعي دول المنطقة اليوم لتلملم شتاء يعني شتاتها أيضا لإيجاد مناخ لمكافحة الإرهاب، يعني السعي بالارتقاء بالاقتصاد للدول المنطقة ومن بينها الأردن والعراق. شوفي، الأردن والعراق يشكلان نواة أساسية في كل الصورة الاقتصادية للأمة العربية. هذه النواة الاقتصادية ستكون حيوية ما دام الأردن بنظامه السياسي وحكمه السياسي وشعبه حريص على نمو هذه النواة وتعاظمها، وما دام الوضع في العراق يتجه نحو الاستقرار أكثر وأكثر. نحن بالأردن، ومش بس بالأردن، كل العالم يقدر الظروف الصعبة التي تمر بها العراق، وهذه الظروف الصعبة، يعني إذا بدي أعلق على ما قاله ضيفك النائب الكريم، هذه الظروف الصعبة ما بتخلينا نفتح صفحات مظلمة في الأمر، لنركز على الصفحات المشرقة. العراق شعب عظيم، العراق شعب شريف، والعراقيون عظماء، وإذا وجد فاسد في زاوية ما لا يعني أن هنالك فساد عام وطام، هنالك مشاكل، ولكن الإرادة العراقية وإرادة الشعب العراقي كفيلة، أنا معتقد أنه كفيلة بالتغلب على هذه الصعاب الجانبية. نحن بالأردن بالمناسبة مستعدين، وهذا أنا بكرر تصريحات جلالة الملك وتصريحات رئيس الوزراء وتصريحات وزير الخارجية، الأردن على استعداد تام لتقديم كل العون بما يحتاج العراق للنهوض ليستطيع التغلب على المشاكل التي يعاني منها، سواء كانت إدارية أو اقتصادية أو مالية، وبالذات النواحي الإرهابية. وحينما نحل مشاكل الإرهاب وننتصر على الإرهاب، أنا بسمي ذلك هو المفتاح الأساسي لكي يتفرغ العراق للتغلب على المشاكل الجانبية اللي تطرق لها سعادة النائب الكريم. أولها الفساد دكتور خالد. طيب سيد سالم مطر، يعني كنت تتحدث قبل قليل عن موضوع التنقلات، هنالك معلومات تتحدث عن إقصاء جماعي لضباط الجمارك في هذه النقطة بالتحديد، وهم يعني من أهالي الأنبار، والسعي لإبدالهم إلى ضباط يعني آخرين من بقية المحافظات، هل هذه صحيحة المعلومة؟ نعم، يعني أود أن أشير، حقيقة هناك تداخل بكلامي مع كلام ضيفك الكريم، ضيفك الكريم يتكلم بطروحات عامة وواضحة، وهذا ما نتبناه حقيقة ويجب أن نتبناه كأردن وعراقيين. أما فيما يخص كلامي سيكون محلي، واضح سيدتي الكريمة، فيما يخص إدارة المشهد على مستوى مؤسسة الهيئة العامة للجمارك، إدارة الجمارك. نعم حقيقة، يعني أنا أشرت بأن هناك فوضوية واضحة في إدارة الجمارك على المستوى الإدارة العامة وعلى مستوى المديريات التابعة لها، سواء الغربية أو الوسطى أو الجنوبية أو الشمالية.
صدر قبل في عام 2015 قانون قرار مجلس وزراء 413 يشير إلى استيفاء التعرفة الجمركية، ونحن كبرلمانيين أقرينا الاستيفاء التعرفة الجمركية، لكن للأسف اتخذت هذا القرار من أجل ابتزاز التجار وابتزاز الموظفين أيضا في الجمارك، وكل على حساب المواطن. الذي ظهر مجددا من خلال الشهر الثالث 2017 لغاية هذا اليوم هو صدور أوامر كثيرة وكبيرة وبإعداد كبيرة بسحب اليد من الموظفين على لا شيء وبدون علم الموظف. هناك أعداد كبيرة قد تجاوزت اليوم 350 أو 370 موظف تم سحب أيديهم بدون معرفة الموظف لماذا تسحب اليد، يعلل بأن هناك فرق في الرسومات، وهذا غير منطقي وغير معقول، لأن إذا كانت هناك الفروقات الغير مستوفية يجب حسب قانون وتعليمات الجمارك أن يذهب إلى استيفائها من التاجر أولا ومن ثم من المخلص الجمركي حسب تعليمات الهيئة العامة للجمارك. لكن حقيقة واضح هناك سياسة عامة أو أجندة واضحة أو خاصة بتغيير هيكلية الجمارك من خلال تغيير الموظفين، وللأسف حقيقة وجدة من خلال هذه الحركة هناك استهداف لدائرتين واضحة بإبعاد الموظفين في المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى. اليوم وصل سحب اليد للموظفين في هذه الدائرتين بحدود 370 موظف بدون أن يعلم الموظف على ماذا، وقد وصل الحد اليوم إلى إبعادهم وإخراجهم من الدوائر ونقلهم إلى دوائر أخرى. طيب سيد سالم، يعني تتحدث عن عدد وهو 370 موظف بدون يعني إعلام الموظف ما هو السبب، من يصدر هذه الأوامر اليوم؟ من هذه الجهة؟ هناك مشكلة حقيقة. اليوم استخدمت منطقة أو سيطرة الصفرة الحدودية التي وضعت بموجب قرار 413 لمجلس الوزراء على أن تأخذ فرق الرسم عن التعرفة الجمركية التي يستوفيها إقليم كردستان. بالتالي هناك أصبحت تسمى هيئة الرئاسة أو موظفين تابعين إلى هيئة الرئاسة أو مستشار السيد رئيس الوزراء بإرسال موظفين مختصين إلى هذه النقاط، وتم استغلال بشكل كبير من حيث موضوع الفساد. هناك بضائع قد تأخذ عليها فروقات بسيطة، وهناك بضائع تمرر بالتمام والكمال بدون أخذ هذه الفروقات، وهذه طبعا لدينا تقارير في لدى جهاز الأمن الوطني. الأهم من ذلك كل تصريحة تصدر من هناك مستوفية للشروط ترسل من هيئة الرئاسة إلى مفتش عام وزارة المالية بسحب جميع أيدي الموظفين الموجودين على هذه التصريحة بحجة هناك فرق رسم. فرق الرسم حسب التعليمات يجب أن تؤخذ من التاجر أو من المخلص وليس من الموظف، إلا بعد 4 سنوات إذ لم يتم سحب هذا الفرق تذهب إلى الموظف. نعم. لكن اليوم هناك الاستهداف الواضح إلى الموظف التابع لهذه الدائرة، وحقيقة جميع الموظفين أو أغلبهم تابعين إلى المنطقة الوسطى أو المنطقة الغربية وبدون أي تحقيق أولي. أشير هنا إلى خطورة الموضوع، بدون أي تحقيق أولي يتم سحب اليد وقد يصل إلى الإنذار، وقد وصل الحال إلى إخراجهم من الهيئة العامة للجمارك. هناك مؤشرات تشير بأن هناك مؤامرة على الهيئة العامة للجمارك بإخراج 500 موظف من أبناء هذه المناطق وجلب آخرين من دوائر أخرى لتنفيذ أجندات خاصة ومزيد من التشبث وتفكك هذه الدائرة الكبيرة اللي هي تعتبر عصب الحقيقي لوزارة المالية. طيب يعني بالعودة إلى دكتور خالد، يعني عندما نتحدث عن كمية التخبط ربما الحاصل اليوم بسبب غلق هذه الحدود لفترة طويلة واليوم تطفو هذه المشاكل على السطح، يعني دائما المملكة ما كانت تدعم أمنيا وسياسيا وحتى اقتصاديا وهنالك علاقات قوية بينها وبين العراق، كيف يمكن أن يؤثر هذا التخبط في بداية الأمر على فتح المنفذ؟ شوفي، المهم أن يكون القرار السياسي حازم وواضح. نحن في الطريق الآن إلى اتخاذ القرار السياسي بفتح الحدود وتيسير الأمور في طريبيل، لأن هذا المنفذ هو منفذ حيوي جدا للبلدين الأردن والعراق، وحيوية هذا المنفذ يجب أن لا تتأثر بالمستوى
اللي فيه اللخبطة الجمركية اللي وصفها النائب الآن. أنا لا أعرف الظرف الداخلي العراقي، لكن أنا بعرف الجمارك عندنا في الأردن تمشي زي ما بقول المثل الأردني مثل الساعة، كل شيء دقيق وكل شيء منظم. وأنا متأكد حينما يتخذ القرار السياسي على أعلى المستويات في العراق بفتح حدود طريبيل، يكون هذا القرار السياسي مدعوم بالقدرة الأمنية على تطبيق هذا القرار السياسي، والقدرات الإدارية تأتي لاحقا. وأنا اللي بدي أركز عليه أن القدرات الإدارية يجب أن لا تقف عائق في سبيل فتح الحدود الأردنية العراقية في مركز طريبيل. كما ذكرت يجب أن يكون هناك قرار سياسي حازم لفتح هذه الحدود، وأيضا يعني ربما هو يقف عائق أمام كل هذه المعوقات. ولذلك هذه الزيارة أنا بتصور ستساهم في اتخاذ القرار السياسي الحازم، لسبب واضح إنه العراق الآن بدأت تتعافى من ضغوطات الإرهاب ومن مشاكل الإرهاب، فالتعافي من مشاكل الإرهاب يجب أن يفتح المجال للتعافي بالنواحي الاقتصادية. وهذا التأشير أيضا هو صورة يعني تبدو أنها صحية حتى تقوي حتى العلاقات بين العراق ولذلك والأردن. نحن حريصين جدا في الأردن على العراق أكثر من حرصنا على الأردن، وأنا متأكد أن الجمارك الأردنية حريصة على الارتقاء بمستوى الجمارك العراقية كحرصها على نفسها هنا في الأردن. نعم دكتور خالد عبادات الدبلوماسي الأردني السابق، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا للسيد سالم مطر العساوي عضو مجلس النواب العراقي. قاعدة عسكرية أمريكية في قضاء تل عفر، لقد اختار الأمريكيون مكانهم الجديد ليتمركزوا فيه، ولهم بذلك أهداف استراتيجية لا تقل أهمية عن موقع القضاء نفسه. فمحاولات إيران لن تضع قدما لها في هذا القضاء واضحة، والهدف أوضح، فهو طريق العبور نحو سوريا أو هو الكليدور كما سماه قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. لكن قاعدة عسكرية أمريكية بعدتها أو وعديدها حطت في هذا المكان لتدفع الكثيرين ربما لإعادة حساباتهم وخططهم. نناقش أبعاد إنشاء هذه القاعدة العسكرية مع الخبير الأمني والمحلل الاستراتيجي أعياد الطوفان، لكن قبل ذلك نتابع هذا التقرير الذي يسلط الضوء على أهمية قضاء تل عفر الاستراتيجي. خطوة على الطريق الصحيح لتحرير قضاء تل عفر، هكذا وصف قادة عسكريون عملية إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية قرب القضاء للمشاركة في المعركة المرتقبة. لكن في الوقت نفسه فإن جهود القوات الأمريكية في تل عفر قد يشكل مصدر إزعاج لفصائل الحشد الشعبي التي أعلنت أنها ستشارك في المعركة. وجاء إنشاء القاعدة العسكرية بموجب مشاورات جرت بين قوات أمريكية وعراقية الجمعة الماضية في منطقة زمار غرب الموصل، في حين أكدت المصادر أن الفرق الفنية والهندسية تمت أكثر من 50% من أعمال إنشاء القاعدة، لتبدأ القوات الأمريكية بالتمركز في القاعدة الجديدة. ومن المقرر أن تستخدم القاعدة العسكرية في الإشراف على عمليات تحرير قضاء تل عفر في محافظة نينوى من سيطرة تنظيم داعش. إلا أن معركة تل عفر تكتسب أهمية كبرى لقوات الحشد الشعبي التي تريد أن تتمركز على الحدود العراقية السورية من أجل تأمين إمدادات لقوات النظام السوري. في الوقت نفسه فإن فصيلا تركمانيا منضويا في الحشد الشعبي أعلن مشاركته في المعركة المرتقبة في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انتهاكات قد تطال الأبرياء في القضاء. نفتح النقاش في هذا الملف مع السيد أعياد الطوفان الخبير الأمني. سيد أعياد أهلا بك معنا. إذا نتحدث عن قاعدة عسكرية أمريكية قرب تل عفر تم إنجاز 50% منها بموجب يعني مشاورات جرت بين القوات الأمريكية والعراقية، دعنا نتحدث بداية هذه القاعدة العسكرية، ما مدى أهميتها اليوم في معركة تل عفر المقبلة؟ اهلا بك ست نوار، اهلا مشاهدي قناتكم الكرام. اهلا بك. قبل الاجابه الاوليه على سؤال جنابك،
أود أن أشرح أهمية مدينة تل العفر استراتيجية كما أشار لها تقريركم قبل قليل. مدينة تل العفر تعتبر عقدة مواصلات مهمة تربط ثلاث محافظات هي الموصل وصلاح الدين والأنبار. أيضا بنفس الوقت هي مفتوحة على الحدود السورية والحدود التركية، وهي أيضا مثابة على الحدود الإدارية ما بين إقليم كردستان وأيضا محافظة صلاح الدين. أيضا تعتبر من الناحية المهمة للأتراك، يعتبرونها تهديد للأمن القومي، يدعون التدخل فيها بأنه حماية للمكون التركي، ويخشون أيضا أن تتحول تل عفار مع سنجار إلى جبل قنديل ثاني يتكون فيه جيش البككة أو حزب البككة الكردي التركي. لإيران تعتبر محطة مهمة في طريق الحرير الإيراني الذي يأتي من كرمنشاه، كلار، الدوز، وأيضا شمال تكريت، الفتحة، تلول الباج، تل الحضر، ومن ثم عين شمس وتل العفر، ومنها إلى سوريا، ومن ثم إلى لبنان. أيضا تعتبر للحكومة العراقية كمدينة عراقية يجب طرد الدواعش واستعادتهم منها. القاعدة التي تحدثت جنابك عنها، الجيش العراقي ادعى بأن هذه القاعدة هي لإدارة عمليات تحرير مدينة تل العفر. على المستوى الشخصي أنا أعتبرها الكلام غير دقيق جدا، ولو كانت هكذا قاعدة لما استمر العمل في إنشائها منذ أشهر، هذا أولا. الآن هم في مراحل إنجاز المدارج لهبوط الطائرات الحربية وليست مهابط السمتيات، وهذا يدل على أنها أيضا للمدى البعيد ستكون محطة دائمية للقوات الأمريكية. وهذا أيضا يفسر لنا بأن الأمريكان اختيارهم لموقعها في مدينة زمار، وهي ناحية من نواحي التابعة لتل العفار وتقع ضمن حدود المسؤولية للبيشمركة، بأنها هي قاعدة لطويل المدى، وليست هذه القاعدة الوحيدة للأمريكان. طيب سيد أعياد، يعني بما أننا نتحدث عن المعركة، معركة في حقول الدواجن القديمة في ربيعة، نعم، يعني هذه المعركة، نعم، المرتقبة لتل العفر، نعلم بأن هنالك صراعات حولها، ولكن يعني هل تعتبر أن تأخر إنجاز هذه العمليات العسكرية في تل العفر جاء يعني تزامنا مع تأخر يعني إنهاء القاعدة؟ أبدا. القاعدة يا سيدتي، سؤال جيد جدا، القاعدة يا سيدتي العمل فيها تجاوز أكثر من 50% بصراحة، إلى 80% الآن من الممكن استعمالها لو قامت العمليات. تأخر عمليات تحرير تل العفر كان صحيح من المفروض أن لا يستمر طويلا، لكن من الناحية العسكرية والسياقات والقياسات العسكرية، أي قطعة عسكرية تدخل معركة تعمل عملية إعادة تنظيم بعد الانتهاء من المعركة. إعادة التنظيم هي لترتيب وإعادة القوة القتالية للوحدة، وأيضا تعويض النقص في المعدات والآليات والأسلحة والاعتداء. وهذا أراه هو السبب الرئيسي لتأخر العمليات، كون القطعات التي شاركت بتحرير الموصل هي ذاتها القطعات التي شاركت في تحرير محافظة الأنبار وقبلها محافظة صلاح الدين. طيب سيد أعياد، يعني إلى أي مدى ستكون هذه القاعدة معوقا أمام الكاليدور الإيراني باتجاه سوريا كما يسمي قاسم سليماني؟ صحيح، أنا ذكرت لجنابك الكريم قبل قليل، إيران تسعى إلى خلق طريق أسميته طريق الحرير الإيراني، يبدأ من الحدود الإيرانية من مدينة كرمنشاه، يدخل كلار، ثم كفري، طوس خرماتو، الفتحة، تلول الباج، الحضر، عين شمس، تل العفر، ومن ثم لسوريا. هذا الطريق على الخريطة مسافته 360 كيلو. أيضا هذا ممكن يؤمن للإيرانيين طريق قصير جدا، طريق أمين نوعا ما، أيضا سيسمح بتواجد مكون بذاته في منطقة هو خالي فيها، ومن ثم يسعون إلى التغيير الديموغرافي. بدل من يكون الطريق من خلال محافظة الأنبار على طريق المرور الدولي السريع باتجاه سوريا، وهذا طريق أولا يكون غير أمين غالبا لوجود حوادث كثيرة، ثانيا طويل
ضعفين هذا الطريق، ولذلك الأمريكان قطعوا الطريق على الإيرانيين في قاعدتين، هذه القاعدة والقاعدة الأخرى في ربيعة في حقول الدواجن، والتي بدأت بتسيير دوريات مع الحدود. وأيضا الأمريكان استمالوا القبائل العربية والعشائر العربية الموجودة على الحدود، بذلك بتقديم السلاح والمال كمعونة لأهلها، وأيضا الناس تعاطفت بهذا الجانب. ولذلك أنا على المستوى الشخصي أعتبر هذا الطريق أو هذا الحلم انتهى وإلى الأبد. نعم السيد عياد طوفان الخبير الأمني، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نتابع وإياكم معلومات أكثر عن حجم القاعدة الأمريكية وأهدافها، نتابعها في هذا التقرير.